حتى الوالدة ما كانتش يعني متعلمة، ما تعلمتش في المدارس، بس حكاية حبها للعلم والعلماء يعني لا يوصف. يعني كنت لما نقرأ من صغري نشتي نسهر، يعني كانت هي ديما يعني ما ترقدش وتقعد معنا حتى نكملوا الدراسة نتاعنا. في المرحلة الثانوية نتاعي فما عرفنا باللي في البكالوريا عرفنا باللي الوالدة جاها مرض خبيث في المخ، جاها ورم في المخ. هذا كان بمثابة زلزال في العائلة، خاصة بالنسبة لي لأني كنت نحبها كثير، وهذا سبب لي أني خلاص أنا كرهت كل شيء في الحياة. يعني خاصة لما الوالدة هي الركيزة على البيت، تعرف لما الركيزة على البيت طيح البيت يطيح، نقولها لك يعني. بس والبكالوريا نتاعي أنا ما خذيتهاش مرتين، فوت البكالوريا مرتين ما خذيتهاش، المرة الثالثة أخذتها. مش رسبتها مرتين؟ مرتين في البكالوريا، نعم أخذتها في المرة الثالثة، مش لسبب أني ما كنتش يعني متفوق، أنا كنت الأول في الرياضيات والفيزياء وكل شيء، بس كانت المعنويات نتاعي يعني مرض الوالدة. مرض الوالدة أثر فيه كثير، أكثر من 10 سنوات. يا صح، هذه مع الوالدة، أنا اللي كنت هذا صغير. الطفل الصغير اللي كان مع الوالدة الله يرحمها. هذه كانت في 1978 أظن. لحقت الوالدة بشيء من نجاحاتك ولا توفيت قبل؟ جايين لها إن شاء الله. هذه قلت لك في المرحلة الثانوية، بعد ما خذيت البكالوريا خذيتها في العلوم الدقيقة مرة ثالثة، خذيتها قريب من الجيد. عملت رسالة تخرج، كانت رسالة رائعة في الكيمياء الكهربائية، وبعدين قررت أني نكمل دراستي في الخارج. أتى اليوم الذي قررت فيه أن تهاجر نحو فرنسا. نعم. كيف؟ كيف سؤال جيد، لأنه لازم يكون عندك يعني تمويل حتى باش تروح باش تكمل دراسة نتاعك. طبعاً. مستحيل أنك تروح من غير. قمت بالمشروعين، مشروع هدف عمومي نتاعي، ومشروع الوقت هذيك في 1999 خرجت الانترنت وعملت ما يسمى بمقهى انترنت، تاكسي فون وسيبر كافي. سيبر كافي يعني جملت يعني ما شاء الله مدة سنة ونصف جملت ما فيه الكفاية انه تسافر. بعت السيبر كافي ومع المال هذاك الجهازات ورحت على ليون، بديت الدراسة نتاعي بمالك الخاص. بمالي الخاص، اول مكان رحت ليه هو ليون. يعني كان سبحان الله هذاك المكان زادني تحفيزا أني نكمل الدراسة نتاعي، لأني دخلت مخابر، يعني كانت مخابر عالمية في غرنوبل، يعني هذاك زادني تحفيز لازم نكمل الدكتوراه نتاعي. لسوء الحظ في بعد 6 أشهر أصبت بمرض، يعني دخلت المستشفى والمال هذاك اللي كسبته كله راح العلاج. لازم نلقى الترناتيف، يعني لازم نلقى يعني حاجه اللي تساعدني. كيف لقيت انسكريبسيون في باريس في جامعه مار لافالي بالاشتراك مع مدرسه العليا للكيمياء في باريس، بس ما كانش عندي المال، كنت يعني مضطر اني نشتغل في الليل ونروح ندرس في الصبح، كنت ننام حوالي ساعتين لمدة سنة. نشتغل وتقرأ. نشتغل ونقرأ. يعني كانت يعني وهذاك بالنسبة لي ثاني كان العام الحزن الثاني بالنسبة لي، لأنه في أواخر السنة الدراسية توفات الوالدة الله يرحمها. توفات الوالدة الله يرحمها وما كنتش ندخل، ما كنتش قادر ندخل الجزائر، يعني بس 3 سنوات ما قدرتش ندخل الجزائر لأسباب، يعني كانت عندي أسباب في الخدمة الوطنية ما سويتهاش. يعني تخيل الوفاة تاع الوالدة كان بالنسبة لي يعني أمر عظيم، وتوازى هذا الوفاة نتاعها توازى مع الامتحانات نتاعي. يعني كانت أيام صعبة جدا جدا، ولكن الحمد لله خرجت بعد الامتحانات تاع الماستر اسمه ديبلوم ديتود أبروفوندي، خرجت أنا الأول في الدفعة نتاعي. وكانت الوالدة مسكينة في الأيام الأخرى نتاعها لما كانت فيها على فراش الموت، أي يجيها ممرض تقولوا يا هشام، يعني تخيل فيه بلي أنا اللي كانت مشتاقة لي كثير مسكينة. وهذا نقعد نحقق الحلم تاع الوالدة أني نصبح يعني حاجة كبيرة في العلم في المستقبل، هو اللي خلاني نقعد ونكمل الامتحانات نتاعي وعطاني الشجاعة أني نكمل الامتحانات نتاعي، وخرجت من متفوقين.
واخذت منحه من وزاره التعليم العالي والبحث العلمي باش الفرنسي باش نكمل الدكتوراه نتاعي. نترحم عليها ربما اميه لكنها كانت تتابع بشكل جيد جدا وبشكل سلس كل خطواتك التعليميه والعلميه. نحكي لكم واحد الحكايه لازم نحكيها، لانه لما كنت في الدراسه نتاعي في فوت في البكالوريا، هي كانت مسكينه نص نتاعها مشلل لما بدا لها المرض. كنت انا نتصب في الليل كثير، وكانت في الاوقات هذيك كان الكهرباء تنقطع كثير، كنت نقرا بالشمعة، يعني نقرا في الطاوله مثل هذه ونحط الشمعة قدامي ونقرا، وساعه ساعه تديني عيني نرقد على الطاوله وهي تخليني مسكين نرقد على الطاوله، يعني روتين نتاع انني نرقد على الطاوله بعد مجهود وكل شيء. خطره استيقظت لقيت الشمعة وكانه واحد دعسها مدعوسه في الطاوله، ذايبه ومدعوسه واحد دعسها. رحت مع المساء، لما جيت لقيت الوالده حاطه بونداج على يديها، ما بغاش تقول لي قلت لبابا واش بيها الوالده، قال لي يا وليدي انت كنت راقد البارح، الشمعه ذابت وحكمه النار في الطاوله وهي جات وطفاتها بيدها. هذه من عظمه الام، باش تشوف يعني الف رحمه عليها. ولو كانت معنا اليوم ستكون فخوره بك مثل ما نحن فخور بك، وكل الشعب الجزائري فخور بك. إن شاء الله. دكتور هشام، في اطار تحضير الدكتوراه عزمت الوالد انه يجيني على فرنسا، وكانت اخر سنه من الدكتوراه، ولما جاني جاته ازمه قلبيه، هو كان عندي في البيت، لما اخذوه على المستشفى يعني قالوا لي في المستشفى كانت الحاله نتاعو جد يعني مزريه، يعني كان القلب نتاعو خلاص يعني، طلبوني انه نروح المستشفى، ورحت مع واحد صاحبي اسمه عدنان نجا لبناني، قلت له لازم تروح معي لان الامور الوقت هذيك اخذ اكثر من اسبوع في العنايه المركزه. انا قالوا لي انت الولد نتاعك ما عندوش تامين صحي، وانت اللي حتى يعني تسلك كل هذه المصاريف، والدك ما عندوش، الولد نتاعك ما عندوش حل، يموت لازم تاخذه اليوم قبل الغد. انا رفضت، قلت له انا مستحيل الوالد نخليه يروح وهو في الحاله المزريه هذه، وقلت له انا نتحمل كل التكاليف. وكان صاحبي اللبناني معايا كان يبكي مسكين، يعني مستحيل نتحمل كل هذه التكاليف، كانت تكاليف باهظه جدا. يعني الحمد لله قعد معايا الوالد اكثر من 6 اشهر، وشوف يعني بحكمه رب العالمين عطاولي واحد يسميوها اسيرونس ديتا، يعطوها الا 2 ولا 3 في فرنسا كامل، عطوها لي انا، استكلفت كل التكاليف تاع الوالد الله يرحمه. هذا نتيجة تميزك في الدراسة؟ لا والله حاجة مش عند ربي سبحانه، عند ربي العالمين، يعني ربك يسخر. إيه والله، إذا أعطى أدهش. إيه كان الوالد مسكين، يعني بعدين طلبت منه أنه يقعد معي في فرنسا لأنه عنده حق أنه يقعد في فرنسا، قال لي لأنه كان عندي إخوة صغار مازال يعني واحد في عمره الوقت هذيك 8 سنوات واحد 13 سنة، قال لي مستحيل أني أخليه اليوم وحده. بعدين جاء الجزائر وانا كملت الدكتوراه نتاعي، وبعد 4 اشهر وكانت هذيك اخر سنه ليا توفى الوالد، وهذا عامل حزن ثالث بالنسبه لي، كان يعني ما نقولكش يعني، بصح كان هذيك فقدت الركيزه الثانيه بعد فقدان الام الله يرحمها، الله يرحمها، وكانت يعني ايام صعبه جدا، لاني هذه المره ما حضرتش يعني الدفن تاع الوالده وما حضرش الدفن تاع الوالد كذلك، يعني كانت مأثرة عليا كثير. هذه علمتني الحياة حاجة سي يوسف، انه في الدنيا هذه ما كانش واحد يفرح لك مثل والديك، والفرحة تكون ناقصة مهما كان، تكون ناقصة كثير في غياب الوالدين. والله أصابني حزن عميق، ما فرحش بالدكتوراه نتاعي لأنه حاجة ناقصة بالفرحة هذه هي الوالدين. يعني نوصي كل واحد مازال الوالدين تاعو عايشين يتهلا فيهم ويديرهم بين عينيه، لانه لما يفقدهم يعني خلاص الحاجه الاولى يحس فيها ما كانش فرحه فعلا، ما كانش واحد يفرح لك مثل والديك. باغي البصمه نتاعي تكون حاجه جديده، ما تكونش تقليد ولا استمراريه لحاجه كانت في الماضي. اخذت دبلوم ديال رسالات معمقه وماستر في الفيزياء النظريه، وبعدين في الفيزياء النوويه، وكانت يعني دكتوراه في الكيمياء. قررت اني اروح المانيا هايدلبرغ، جامعه هايدلبرغ، وين نشتغل ما بين البيولوجيا والفيزياء، يعني كنت نخدم على الدي ان اي الحمض النووي
وعلاقته مع السطوح الملساء. اشتغلت فيما يسمى بالسينكروترون ولا مسرعات الإلكترونات في 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 برلين، ما بين برلين وهايدلبرغ، وأخذت يعني قشط لا بأس به في العلم في ميدان البيولوجيا في هذه السنوات. وبعدها انتقلت إلى اليابان، وهذه كانت مرحلة جد مهمة في حياتي. كان حلمي منذ الصغر أني أروح اليابان، يعني حققت الحلم نتاعي، لأنني كنت في الصغر أحلم باليابان. كنت أحلم باليابان. في ماذا كنت تشتغل؟ كنت الآن في اليابان في النانو إلكترونيكس، في الإلكترونيكس. ما زلت تشتغل الآن في اليابان؟ في اليابان الآن، دخلت اليابان، وهذه كانت عقد لسنة في ميدان تكنولوجيات متناهية الصغر ولكن في الإلكترونيكس.